مباراة مهمة جدا، نهائي كأس تونس، لقب يغيب عن نادي الفريق منذ 17 سنة، دول لي مسؤولية كبيرة وضرورة اقتناع اللقب في رأس أمام فريق محترم اللي هو الاتحاد بن بلدان. صحيح كما يقول لك عندنا، صحيح الكلاب عندها قداش مهزة الكوب، احنا رانا واعيين بالمسؤولية ورانا عارفين، ما راناش نخمو في لادفيرس ولا، احنا نخمو في روحنا ولازم احنا نكونوا بيان ولازم تحب ولا تكره النادي الافريقي ايكيب كبيرة. وكما يقول لك احنا شفنا هاد لا سيمان وين بريباراسيون كانت باهية وامورنا كانت مريقلية، رانا واعيين بالمسؤولية ورانا نحضروا كما ينبغي وان شاء الله نزيدوا ندخلوا في ستاج ان شاء الله باش نكونوا بري ان شاء الله نهار الماتش ان شاء الله. مختار، شنو المطلوب في مباراة نهائي اولا، ثانيا في يعني في توقيت صعب في شهر رمضان في حرارة، شنو المطلوب يعني في مباراة كما هذه؟ والله كما يقول لك صحيح الكوب ما هيش فيها ايكيب صغيرة ايكيب كبيرة، راح تكون مقابلة، تكون مقابلة كل واحد يحب يهز الكوب، سيرتو في نهار عندك 90 دقيقة لازم او دي بي الماتش في الدخلة، لازم نكونوا واعيين باش نحطوا الكل باش احنا لازم احنا نسهل المقابلة ان شاء الله. ان شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا اللي فريمو كيما يقول لك في الشامبيونا وين ما فرحناهمش كل شيء الله غالب، ان شاء الله هذا الكوب نسيوه في كل شيء وان شاء الله نهزوها ومن بعد نخمو في لاكاف ان شاء الله. شكرا مختار.